هاي مدرسة الشرطة اللي كان بتصور هدف سهل عبارة عن قلعة أمنية، قلعة من قلاع النظام الفاسد يا شباب. فيها كتيبة مهام خاصة. قلعة أمنية تضم كتيبة مهام خاصة. اللي كان بتصور هدف سهل. والله سقوط رأيكم مدوي عن النظام إن شاء الله. لا تقولوا ما خلصتوها، لا ما خلصتوها. بيقول ما في عندي مدرسة شرطة. نعم. هلا النظام بيقول نحن ما عندنا أساسا مدرسة شرطة. نعم. كان مدرسة. نعم بقول اني ما في مدرسه صغيره، كل واحد شوي مدرسه صغيره، ما خلصتوها فكينا سهله. شو دخل الشهداء؟ هاي هي المدرسه اللي عجزت عنا كثير ادويه وكتائب، لكن بفضل الله كتيبه جند الله احد مشاركين تابع للواء الانصار. تكبير تكبير لواء الانصار لقائد عمليه تحرير المعركه. بفضل الله. شو هذا مقدم؟ المقدم الكلب. مقدم كلب. لا مو غيبة. الله أكبر. أسامة قصة وينه؟ أسامة صورة جماعية. أسامة ليش تحكت؟ أعطونا محمد مجموعة. سلمنا مجموعة أبو عارف. أبو عارف. سلمناها. سكن الضباط. يا ابو خير اكو معي يا عبد الرحمن المطعم مبنى القياده ابو خير ابو عبد الرحمن هاي دي ضيقه جماعيه بس لا ثابتين اروح كل كتيبه قياده نعم خاصه الشباب ما يروحوا ليكم.